بكأس الأمير محمد بن سلمان فريق الاتحاد والتعاون، مع كامل الاحترام طبعا للفيحاء وضمك، لكن قياسا على الأداء والتاريخ والنتائج بيبقى هالفريقين مميزين أكثر. هون رح نتسأل من سبق من الكبار وأن ودع دوري الكبار؟ حيدر الوتار. ستة عشر فريقا هم أركان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، أربعة منهم ما خاضوا قط إلا منافسات دوري الكبار، ربما لهذا يعرفون بالكبار: الاتحاد، الأهلي، النصر، والهلال. لهذا سيكون حدث الموسم إذا ما خسر الإتي ووقع المحظور وترك صفوف الكبار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم. إلى جانب الأربعة الكبار هناك فريقان لم يسبق لهما الهبوط من دوري الكبار، ولو أنهما قضوا ما قضوا من مواسم في بقية الدرجات. سنؤجل الإعلان عنهما حتى نهاية التقرير من نافذة التلاعب بحلاوة المعلومة. ما عدا هذه الأندية الستة، كل بقية أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم كلهم سبق وأن تذوقوا مرارة الهبوط، ولو أنهم هذا الموسم في مراكز متقدمة، وأحدهم على أقل تقدير سيمثل المملكة الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا. الوحدة صاحب المركز الرابع حاليا وأحد أقدم الأندية في المملكة سبق وأن هبط أربع مرات، الأخيرة كانت قبل سبعة أعوام. الرائد صاحب المرتبة الخامسة حاليا هو أكثر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من هبط في الماضي، رصيده خمس مرات، علما أنه عاد إلى صفوف الكبار قبل 12 عاما وما غادرهم بعدها قط. الفيصلي طوال تاريخه لم يهبط سوى مرة واحدة، كان ذلك قبل 13 عاما وهو في دوري الكبار لم يغادره منذ عقد من الزمان. كحال الفيصلي هبط الشباب مرة واحدة قبل 42 عاما ونجح في الموسم الذي تلاه بالعودة والصعود، وما غادر بعدها إنما كان في التسعينيات أول من حقق اللقب ثلاث مرات متتاليات، وتوج في المجمل بطلا للدوري ست مرات. أكبر مفاجآت التوديع التي شهدتها المواسم مؤخرا ما وقع قبل ستة أعوام عندما ودع الاتفاق في الجولة الأخيرة وظل بعيدا عن الأضواء لموسمين قبل العودة والبقاء حتى يومنا هذا. قبل النهاية نشير أن الفتح والفيحاء من تأسسا قبل أكثر من 50 عاما كلاهما لم يسبق لهما الهبوط، ولو أنهما أمضيا ما أمضيا من مواسم في ربوع الدرجات، كلاهما يوم صعد لمصاف دوري الكبار صمدا. الفتح حقق اللقب، والفيحاء الأربعاء في هذه المعادلة قد يرفع الراية البيضاء. حيدر الوتار، صدى الملاعب.